ويستغل المعلومات الذهبية التي سماها ذهبية نتنياهو، المعلومات التي وصلته، هو يخترق يعني إذا بدك المنظومة الكاملة لحزب الله، مما مكنه من معرفة كل شيء تقريبا حزب الله، منذ تفجير البيجر إلى معلومة وصلته أنه يعرف أين مكان صالح العروري، إلى يعني المسؤول الكبير في حركة حماس في عمق الضاحية، إلى تفجير أجهزة البيجر، إلى تفجير أجهزة اللاسلكي، إلى قتل القيادي الكبير فؤاد شكر، إلى قتل القيادي الكبير الذي خلف فؤاد شكر وهو السيد إبراهيم عقيل، إلى وصولا إلى اغتيال السيد حسن نصر الله في اجتماع يعني حدد إسرائيلي مكانه وزمانه وعرف بالمكان والزمان، في حين أن من يعلمون بهذا الاجتماع هم يعني أقل من شخصين. لذلك أنا أقول اختراق الأمني كبير جدا من قبل إسرائيل في صفوف حزب الله. طيب بعد حادثة يعني اغتيال السيد حسن ورفاقه دخلنا مرحلة جديدة فيها الكثير من الحذر والكثير من الخطورة. الإسرائيلي تخطى خطوط حمراء وقال بالفم الملآن أنا أستطيع أن أغتال كبير المحور الذي يقاومني. لذلك أنا أقول نعم دخلنا مرحلة خطيرة لطالما الإسرائيلي حذر منها، وكان كثر لا يأخذون على محمل الجد ويقولون ربما لن يجرؤ الإسرائيلي على ضرب معقل السيد حسن نصر الله، على ضرب الضاحية الجنوبية، على ضرب الحصن الحصين الذي يعني يتحصن فيه السيد حسن ورفاقه مجلس قيادة حزب الله. فعلها الإسرائيلي، فعلها بغطاء أمريكي، وفعلها أيضا كما تقول مصادر من فريق حزب الله بلا مبالاة، كي لا نقول أكثر، لا مبالاة من قبل إيران التي كانت تدعم حزب الله أكثر مما يعني كان يمكن أن تدعمه في المرحلة الأخيرة.